بهالأزمة. اجتماعنا عم يكون مع المحافظين يلي هن على تواصل دائم ويومي مع وتقريبا كل ساعة مع القائم مقامين لمتابعة ومواكبة كل الأمور اللي هي متعلقة بالنزوح الداخلي، النزوح اللي عم يصير بلبنان، نزوح أهلنا اللبنانيين يلي عم يصير من الجنوب نحو مناطق بيروت وجبل لبنان وحتى الشمال، ونحن عم نشوف أكثر وأكثر تكاتف وتماسك الشعب اللبناني كله، تكاتف وتماسك الشعب اللبناني كله تا يكون قادر يواجه هالأزمة. نحن باجتماع المحافظين بدنا نأكد إنه نحن إنه المحافظين موجودين إلى جانب اللبنانيين بكل المناطق. أنتم بتعرفوا إنه عدد النازحين في تفاوت وفي عدة تصاريح عم تحكي بعدد النازحين يلي نزحوا من الجنوب. نحن بنقول انه نحن مهتمين بمراكز الايواء والمحافظين والقائم مقامين يقوموا بعملهم ضمن مراكز ضمن محافظاتهم وضمن مراكز الايواء. العدد يلي هو موجود حاليا بمراكز الايواء والمسجلين رسميا هو 70,100 نازح موجودين ب 533 مركز. هال 533 مركز هن تحت إدارة المحافظين يلي هن المحافظين عم يهتموا فيهم. نحن اليوم بدنا نناقش الاحتياجات اللوجستية للمحافظات والاحتياجات اللوجستية كمان لمراكز الإيواء، الاحتياجات اللوجستية للمدارس. نحن هون بدنا نشكر كل يلي عم يتعاملوا مع اللجنة الوطنية، بدنا نشكر كل الأكيب يلي عم يشتغل من وزارة الداخلية وخصوصا من وزارة التربية يلي عم يكون لها دور كتير كبير بإشراف معالي الوزير بتأمين المدارس لتكون مراكز آمنة للإيواء. نحن بدنا نثني على جهودهم كلهم. أنا بدي أرجع أكد على الجهد الكبير يلي عم يقوموا فيه المحافظين والقائم مقامين وكمان البلديات واتحادات البلديات حرصا على ان تكون سير الامور بشكل جيد وبشكل فعال. لابد من تفعيل كل الخلايا، ونحن اليوم حنقول للمحافظين يفعلوا كل الخلايا الفرعيه، كل خلايا اداره الكوارث الفرعيه الموجوده بالمحافظات. وبدنا كمان من المحافظين استكمالا لقاعدة البيانات اللي عم يكونوها وعم نكونها انه يجربوا يعرفوا النازحين الموجودين خارج مراكز الايواء الموجودين في شقق مستأجرة. وهيدا الموضوع بيخلينا يكون عندنا فكرة اكثر، فكرة افضل وفكرة ادق عن الارقام تا ما يكون في تباين كتير بالتصريحات وبالارقام. طبعا بدنا عناية بأصحاب الأمراض المزمنة، طبعا بدنا عناية بذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا بدنا نأمن الفرش وبدنا نأمن الغذاء وبدنا نأمن الدواء، وبدنا نهتم كمان أكثر وأكثر بالتداعيات التي هي تحصل بالنسبة للنزوح على المناطق المضيفة. نحن طلبنا ورح نطلب من السادة المحافظين كلهم بكل المحافظات انهم يعقدوا مجالس أمن فرعية، لأنه مجالس الأمن الفرعية اللي بيترأسها المحافظ هي بتكون استكمال لمجلس الأمن المركزي يلي بينعقد بوزارة الداخلية ببيروت مع قادة الأجهزة الأمنية، وهيك بتكون مجالس الأمن الفرعية عم بيترأسها المحافظ بحضور الضباط المختصين بكل المناطق.